بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، نرحب بكم في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر المهم الذي يتطرق إلى جانب من الجوانب الأساسية أو الأركان الأساسية لتطوير التعليم، الشراكة بين المدرسة والمجتمع. أبدأ الحقيقة بزميلي وصديقي الأخ الدكتور فهد بن سلطان بن محمد السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أستاذ السياسات التربوية بجامعة الملك سعود ورئيس لجنة الإشراف والمدير التنفيذي لموسوعة المملكة العربية السعودية. وحييك دكتور فهد، ومعك 15 دقيقة لعرض ورقتك. شكرا معالي الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود في البداية أن نتقدم بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، في أولا مثل ما ذكر معالي الدكتور في التفكير في هذا الموضوع الحيوي الهام. نعتقد جميعا بأهمية هذا الموضوع وبكونه أساس من أساسات تطوير التعليم في أي مجتمع. وأيضا الشكر للدكتورة هيا العواد والدكتورة فاطمة في توجيه الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء. الحقيقة أنا اللي سوف أقدمه اليوم هو خلاصة لورش عمل واستطلاع للرأي العام تم إجراؤه وإعداده من قبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حول موضوع تفعيل العلاقة بين الأسرة والمدرسة. والحقيقة هذا كان بتكليف من اللجنة التي رأسها معالي وزير الشؤون الاجتماعية وفريق عمل مكون من عدد من الجهات، من بينها وزارة التربية والتعليم وبعض الجامعات ومركز الحوار. وتم تكليف المركز بإعداد عدد من ورش العمل لمناقشة هذا الموضوع وإجراء الاستطلاع للرأي العام. فطلب مني الحقيقة الأخوات أن أقدم ملخصا مما تم تداوله في تلك الورش وفي استطلاع الرأي العام، وأعتقد إن شاء الله أنه هذا ينقلنا للجانب التطبيقي. بمعنى اليوم الصباح استمعنا إلى الطروحات التي قدمها المحاضر من سنغافورة، الحقيقة أعتقد كانت محاضرة قيمة، ولكنها أيضا ركزت على أبعاد يمكن نظرية. نحاول من خلال هذا العرض الحقيقة أن نقدم رؤية المجتمع وشرائح المجتمع المختلفة وبالذات في القطاع التربوي لرؤيتهم لتطوير العلاقة. الهدف كان من هذه الورش والاستطلاع هو إعداد برنامج وطني لإشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية وسد الفجوة بين الأسرة والمنظومة التعليمية وتمكين الأسرة من غرس القيم الإسلامية. طبعا هذا كان هو الأساس لانطلاق برنامج الوطني لإشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، واللي كما أشرت يعني تم تشكيل لجنة للإشراف عليه، والحمد لله الأخوان أيضا والأخوات وصلوا إلى إعداد هذا البرنامج، واعتقد الدكتور صالح النصار ايضا سوف يتحدث عنه يوم غد. الشركاء كما اشرت كانت وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الحوار ووزارة التربية والتعليمية في إقامة هذه الورش وفي الاستطلاع. الاهداف كما اشرنا قبل قليل هو محاولة اشراك المجتمع بمختلف اطيافه في التعرف او في تحديد المشكلات التي تواجه هذه العلاقة بين الأسرة والمدرسة، وفي التعرف على المعوقات وفي تشخيص الواقع. الحقيقة في المركز نحن بعد هذا التكليف شكلنا فريق عمل، ثم تم إجراء الدراسة الاستطلاعية وهي مسح للرأي العام على مختلف مناطق المملكة، ثم تصميم ورش العمل التي قسمت إلى قسمين. القسم الأول من الورش كان لتحليل الصوت، والقسم الثاني كان لوضع البرامج واقتراح البرامج، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة من المركز لدراسة نتائج هذه الورش. الشرائح التي شاركت في الورش مثلت المجتمع التربوي والمجتمع أيضا، كان فيه الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وأيضا مجموعة من الخبراء، وسعدنا أيضا بمشاركة الدكتور محمد في واحدة من الورش.
ورش العمل هذه لتحديد العلاقة وتشخيص الواقع بين الأسرة والمدرسة في المجتمع السعودي قسمت إلى قسمين كما أشرت. الجزء الأول كان هو تحليل الاستراتيجي لنقاط القوة والضعف، تحليل الصوات طبعا والفرص والتحديات. والجزء الآخر من الورش ركز على البرامج المقترحة التي اقترحها المشاركون في تلك الورش، وتقسمت على 6 محاور من بين السياسات والتشريعات والبحث العلمي والتدريب والتأهيل والتوعية والتثقيف والمعلومات والتقنية. يعني هذه المحاور 6 كانت هي أيضا مجال للمقترحات. عدد المشاركين في الورش كان 87 خبير مختص و64 من الطلاب والطالبات و72 معلم ومعلمة و52 من أولياء الأمور. نأتي الآن لنتائج هذه الورش، واللي أعتقد أنا أنها بالفعل مهمة جدا في التعرف على رؤية المجتمع والمجتمع التربوي بشكل خاص على ما يواجه هذه العلاقة. في جوانب القوة أشير إلى عدد من الجوانب. أولا في جوانب القوة التي تدفع بعملية التكامل بين الأسرة والمدرسة، قيل إنه انتشار الوعي بأهمية مشاركة الأسرة في العملية التربوية، وهذه القناعة في الحقيقة مهمة جدا إذا كان هذا الوعي موجود، لأنه يدفع بهذه العلاقة. أيضا من جوانب القوة ارتفاع مستوى التعليم لدى الأسر غالبا، ونعرف طبعا مستوى التعليم في المملكة والحمد لله حقق قفزات كبيرة. أيضا وحدة الثقافة، ونقصد فيها الدين واللغة والاهتمامات بين أفراد المجتمع. طبعا الزميل المحاضر من سنغافورة وضح لنا أنه في سنغافورة مثلا أعراق وأجناس مختلفة. في المملكة أعتقد أنه هذا عامل قوة، إن الدين مشترك، الدين واحد، اللغة واحدة، الاهتمامات واحدة، هذا يسهل من عملية التواصل بين الأسرة والمدرسة ويجعل العملية أكثر سهولة الحقيقة في هذا الجانب. أيضا أشير من عوامل القوة إلى امتلاك المدرسة لقاعدة بيانات من خلال برنامج نور أو بيانات التسجيل من خلال برنامج حسن. هذه البرامج التي أتاحت معلومات متكاملة الحقيقة عن الطلاب وعن الأسر قد تكون عامل قوة. أيضا قرب المدرسة من سكن الأسرة، وهذا الحمد لله دليل أيضا على توفر المدارس وانتشارها على المستوى المملكة وفي كل الأحياء، وقرب هذا السكن الحقيقة أيضا يسهل للأسر أن تتعامل مع المدرسة وأن تتواصل معها. أيضا وجود مجالس مدرسية ينضم إليها أولياء الأمور بصفة دورية، هذا أعتقد أنه أيضا من جوانب القوة. نقاط الضعف التي أشير إليها أنه فقط اهتمام الأسرة بالجانب المعرفي، وهذه الحقيقة من الجوانب التي يجب أن نفكر فيها بتمعن. الآن الأسرة اهتمامها الأول دائما بمسألة الجانب المعرفي ومستوى التحصيل، لكن الجانب السلوكي والأخلاقي وهذه الجوانب قد تكون أقل في اهتمامات الأسرة في تواصلها مع المدرسة. عدم وجود آلية أو إطار تنظيمي للشراكة بين الأسرة والمدرسة، هذا طرح طبعا في الورش، ومتأكد أنه أعمال هذا المؤتمر سوف تناقش هذا الجانب. أيضا طرح من قبل المعلمين الذين شاركوا موضوع انشغال إدارة المدرسة بالأعمال الإدارية على حساب التواصل مع الأسرة. المدرسين والمعلمين والمعلمات لديهم ارتباطات كثيرة قد لا تتيح لهم التواصل بشكل يعني على حساب أعمالهم الأساسية فيما يتعلق بالتعليم وفي الجوانب الإدارية في المدرسة. أيضا زيادة الكثافة العددية في المدارس، عندما نتكلم عن مدرسة فيها 700 طالب يصبح في هذه الحالة من الصعوبة أيضا أن تقدم المدرسة برامج لكل الأسر. عدم فعالية مجالس الآباء والأمهات وشكلية التنفيذ، الحقيقة هذه طرحت كثيرا في الورش، وأعتقد أنه إذا ما أردنا أن نطور من مستوى العلاقة لابد من إعادة التفكير في جانب تطوير هذه المجالس التي الآن هي موجودة، نحتاج إلى تفعيلها بصورة أفضل. بالنسبة للفرص، طرح موضوع الدعم الحكومي لتنظيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة، أعتقد هذه فرصة كبيرة. الآن هذا البرنامج الوطني ارتقاء إن شاء الله اللي أيضا سوف يعرض بالغد، أعتقد أنه سوف يكون فرصة كبيرة للقطاع التربوي والمجتمعي في تطوير هذه العلاقة. اهتمام الدولة بتحسين الجودة في التعليم، هذا أيضا فرصة ودافع مهم جدا.
أيضا من الفرص المتاحة وجود مراكز وأندية الأحياء. أنا أتصور أنه الآن هذه المراكز اللي بدأ التوسع فيها قد تكون نقطة انطلاق مهمة جدا لتعزيز العلاقة وأيضا أندية الأحياء. الحقيقة أنا صارت لي فرصة أزور بعضها، يعني أنا أعتقد أنها منطلق مهم جدا يجب الاستفادة منه والبناء عليه في تعزيز هذه العلاقة. التحديات: طرح موضوع عدم اكتمال البيئة المدرسية بما في ذلك الكادر المتخصص، يعني مثلا طرح انه ما في يعني على مستوى المدرسة جهة او كادر او شخص متخصص في تطوير هذه العلاقة. قد يكون المرشد الطلابي، قد يكون المدير، لكن ما هناك هيكلية تنظم هذا العمل. عدم وضوح طرق تدريس المناهج الجديدة لأولياء الأمور. الحقيقة هذا طرح من أولياء الأمور بقوة. الحمد لله هناك حركة تطوير مستمرة للمناهج، ولكن السرعة في هذا التغيير أيضا يجعل هناك نوع من الإرباك لأولياء الأمور للتأقلم مع هذه المناهج الجديدة والتكيف معها ومحاولة أيضا التواصل مع المعلمين بهذا الخصوص. يعني تغيير التركيبة الاجتماعية للأسرة، يعني نعرف التغير اللي يحصل الآن على مستوى الأسرة في المملكة، خروج المرأة للعمل، ارتباطات ولي الأمر. الوضع الأسرة الآن طبعا لم يكن كما كان قبل 20 سنة، ولهذا هذا التغير في التركيبة قد يؤثر أيضا على مستوى، ويكون هذا واحد من التحديات الموجودة. الارتباط الوظيفي لولي الأمر، هذا طرح كثيرا من قبل أولياء الأمور أنه هو مرتبط بالعمل ولذلك لا يستطيع أن يتواصل مع المدرسة. أيضا موضوع عدم توفر خطة استراتيجية لتفعيل دور الأسرة، وإن شاء الله أنه يعني التوجه العام الآن هو الوصول لهذه الخطة اللي سوف يقوم عليها أيضا برنامج ارتقاء. هذا الحقيقة ما يتعلق بالتحليل الاستراتيجي. الجزء الثاني من الورش ركز على ما هي الآليات والبرامج التي من الممكن القيام بها لتعزيز العلاقة بين الأسرة والمدرسة. ففي جانب السياسات والتشريع طرح كثير من الجوانب، من أهمها مثلا إشراك أولياء الأمور في وضع السياسات واللوائح والأنظمة. وأنا الحقيقة يعني من الأشخاص الذين يؤيدون هذا الجانب. يجب أن لا نفاجئ فقط أولياء الأمور بالجوانب التشريعية والسياسات والأنظمة، يجب أن يكون أولياء الأمور بالفعل شركاء في تطوير هذه اللوائح وأيضا في تقديم التغذية الراجعة، وأن يكون بالفعل شركاء من أجل إنجاح هذا الموضوع. تفعيل مرافق المدرسة حتى تستخدم في مبادرات توعوية تقوم بها المدرسة وأسر الطلاب. أعتقد أنه مراكز الأحياء الآن أو أندية الأحياء التي في المدارس ممكن تكون الحقيقة منطلق لهذا الجانب. استقطاب أيضا أولياء الأمور لتقديم برامج في المدرسة، وهذا الحقيقة يعني أنا أتصور على المستوى المحلي أنه مفقود. يعني الجزء منا اللي درس في الخارج يعرف أنه كثير من أولياء الأمور الحقيقة لهم دور فاعل في المدرسة، وحتى في أحيان كثيرة عندما يتغيب المعلمين يستعينون بأولياء أمور مؤهلين يكون عندهم الخبرة والدراية في هذا. فهناك جوانب كثيرة الحقيقة من الممكن إشراك أولياء الأمور فيها على مستوى المدرسة. في جانب البحث العلمي تم اقتراح عدد من الأبعاد، من بينها تشجيع الطلاب على إجراء بحوث متصلة بتطوير العلاقة. وأعتقد أن هذا الجانب الحقيقة مهم، يعني خلينا ندفع بالطلاب أيضا أن يفكروا معنا في قضية تطوير هذه العلاقة. وأعتقد لما يعمل الطلاب عدد من الأبحاث سوف يشركون أيضا أولياء أمورهم في هذا الجانب. اقترح أيضا التعاون البحثي بين الجامعات والتعليم العام من خلال إنشاء كراسي بحث علمي متخصصة في هذا الجانب. وأنا الحقيقة آمل أن يكون أيضا إحدى توصيات هذا المؤتمر أن يكون هناك كرسي بحث متخصص في إحدى الجامعات السعودية مختص بهذا الجانب. وأعتقد أن كلية التربية في جامعة الملك سعود قد يعني تكون أيضا لديها القدرة والقابلية في هذا الجانب. طيب، في مجال التدريب والتأهيل طرح كثير من الأشياء والأبعاد، من بينها
إنه ليش ما نقوم أيضا بتدريب للأولياء الأمور وللمعلمين وللطلاب فيما يتعلق بتطوير هذه العلاقة، برامج مخصصة لأولياء الأمور في هذا الجانب. أعتقد أنه هذا قد يكون أيضا أمر مهم، تسجيل الدورات التوعوية والتثقيفية ووضعها على موقع إلكتروني. وأنا أتصور أنه هذا البعد أيضا مهم جدا، بدلا أن تأتي الأسرة أيضا للمدرسة ممكن أن نقدم من خلال يعني هذه البرامج التي ترفع على موقع ودورات تثقيفية قد تكون مهمة ومفيدة في هذا الجانب. أيضا طرح موضوع في جانب التدريب والتأهيل إعداد ورش أو تقديم ورش في مهارات الحوار الأسري بين أفراد العائلة، وأعتقد أنه يعني مركز الحوار الوطني وأكاديمية الحوار على استعداد لتقديم هذه الأبعاد. في موضوع المعلومات والتقنية، وسبحان الله يعني كان هذا تركيز كبير عليه في ورش العمل بحكم الآن التأثير الكبير لجوانب التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك تركيز كبير أنه الآن هذه النقلة التقنية والتكنولوجية كيف نحولها ونستخدمها في تطوير هذه العلاقة. يعني مثلا مواقع إلكترونية بالمدارس هي الحقيقة الآن موجودة لكنها تحتاج إلى تطوير، بحيث أن ولي الأمر ممكن أن يرجع إلى هذه المواقع ويحصل على كل المعلومات. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الأسرة والمدرسة، الحقيقة في هذا الجانب يعني تلخصت الفكرة أنه الآن في وسائل تقنية، بدلا كما أشرت أن نذهب أن يأتون أولياء الأمور للمدرسة ممكن أن نذهب لهم بهذه الوسائل الحديثة. وأعتقد أنه هذا الجانب يجب أن يأخذ بنا عناية كبيرة. اليوم أولياء الأمور بانشغالاتهم الكثيرة وبكل هذه المتغيرات التقنية والديمغرافية على المستوى المجتمعي، من المهم أن نذهب إلى أولياء الأمور، والتقنية قد تكون هي الطريق لذلك. الاستطلاع للرأي العام، استطلاع الرأي العام هذا الحقيقة طبق في 13 منطقة من مناطق المملكة، وشارك فيه حوالي 1200 مشارك من كل الشرائح الاجتماعية، 75% من الذكور و25% من الإناث. أهم النتائج والحقيقة أتصور أنها مهمة، 72% مثلا يرون أن أولياء الأمور لا يشاركون في الفعاليات أو الأنشطة التي تقيمها المدرسة، وهذه الحقيقة نسبة جدا عالية، أن 72% لا يشاركون من أولياء الأمور في الأنشطة المدرسية. أيضا 58 يرون أن أولياء الأمور لا يحضرون بصفة مستمرة لمتابعة المستوى الدراسي لأبنائهم، يعني نسبة أيضا يعني مرتفعة إلى حد ما. عندما نتكلم عن نصف أولياء الأمور أنهم لا يأتون لمتابعة أبنائهم في هذا الجانب. 86% من العينة يرون أن المشكلات الأسرية من أهم معوقات تواصل الأسرة مع المدرسة. طبعا المشكلات داخل الأسرة، الطلاق، الانفصال، العنف الأسري، كل هذه الجوانب قد تكون مؤثرة في تعزيز هذه العلاقة. 80% يرون عدم تعاون الأسرة مع المدرسة يؤدي إلى انتشار الانحرافات الأخلاقية والسلوكية بين الأبناء، وهذا الحقيقة يعني نتيجة مهمة، لأننا لا نريد أن تكون العلاقة بين الأسرة والمدرسة مركزة على الجانب المعرفي فقط أو جانب التحصيل. إنما يعني هذا شيء طيب أنه في قناعة لدى أولياء الأمور أنه تطوير هذه العلاقة سوف يقلل من نسب الانحراف بين الطلاب. 93% يرون أهمية تطوير المواد الإعلامية ونشرها لدعم مشاركة الأسرة في العملية التعليمية. وأنا هنا أحب أن أقول على مستوى الورش وعلى مستوى الاستطلاع كان هناك شبه إجماع أننا في حاجة إلى تطوير برامج إعلامية تثقيفية بخصوص أهمية هذه العلاقة وطرقها. فأعتقد أن العمل مع وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ممكن أن يكون من أهم جوانبه التركيز على الجانب الإعلامي لترسيخ هذه العلاقة. 24% من المدارس لا تملك آلية واضحة للتعامل مع أولياء الأمور. 81% انشغال الوالدين يقلل من التواصل مع المدرسة. طبعا أشرنا إلى الانشغال اللي بالنسبة للعمل وغيره، هذا قد يكون عام. 86% يرون أن معوقات مشاركة الأسرة في العملية التعليمية انفصال الوالدين أو عدم التفاهم بينهم. 84% يرون أن أهم الآثار المترتبة على ضعف مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية تتمثل في ضعف التحصيل الدراسي. 95% يطالبون بتوفير أدلة إجرائية توضع لإدارة المدرسة والمعلمين
لكي يتم العمل مع أولياء الأمور بطرق إيجابية ولتحسين أداء الطلبة. 95% يطالبون بتوفير أدلة إجرائية توضح لإدارة المدرسة والمعلمين كيفية التعامل مع أولياء الأمور. أعتقد أنه جزء كبير موجود، ولكنه أيضا نحتاج إلى تثقيف أولياء الأمور في هذا الجانب.